أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي عجل الله تعالى في فرجه الشريف. الآية التي تلوناها في الليلة السابقة: لا تنحصر ببني إسرائيل، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. المخاطب بهذه الآية الكريمة بنو إسرائيل، ولكن الخطاب عام يشمل الجميع، جميع الأمم، فإنه وإن كان المورد خاصا إلا أن خصوص المورد لا يخصص الوارد. هذه سنة الله تبارك وتعالى، سنة الله في الكون تجري على جميع الأمم. النعمة تعطى لكم، اعرفوا قدرها، وإلا لو ضيعتم هذه النعمة لنزل عليكم العذاب. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. القرآن لا يخص زمانا دون زمان، آيات القرآن تشمل الجميع. الخطاب يكون لجهة معينة، المخاطب جماعة معينون، ولكن الخطاب الحكم يشمل الجميع. لذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: القرآن حي لم يمت، وهو يجري مجرى الليل والنهار كما يجري مجرى الشمس والقمر، يجري على أولنا كما يجري على آخرنا. يا بني إسرائيل لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من الأمم اللي انطبقت عليهم هذه الآية الشريفة أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. الله تبارك وتعالى منحهم جميع النعم المادية والنعم المعنوية، ومن أفضل النعم التي منحها الله تبارك وتعالى لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وجود أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن كفران النعمة يوجب حلول غضب الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله منذ اليوم الأول من بعثته الشريفة في قضية الدار، قضايا متعددة، وأنذر عشيرتك الأقربين، كل مراحل الحياة قبل الهجرة وبعد الهجرة يؤكد على المنهج من بعده. استلموا هذا المنهج من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا ومن يحلل عليه غضبي
فقد هوى. يستشهد بهذه الآية الكريمة بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: خذوا الرسول صلى الله عليه وآله، خذوا بحجزة هذا الأنزع، يعني عليا عليه السلام، فإنه الصديق الأكبر وهو الفاروق، يفرق بين الحق والباطل، من أحبه هداه الله ومن أبغضه أضله الله، ومن تخلف عنه محقه الله، منه سبطاي الحسن والحسين وهما ابناي، ومن الحسين الأئمة الهداة، أعطاهم الله فهمي وعلمي فأحبوهم وتولوهم، ولا تتخذوا وليجة من دونهم فيحل عليكم غضب من ربكم. شوفوا بني إسرائيل حل عليهم غضب الله، لماذا؟ لأنهم كفروا بالنعم، بدأوا بالشرك عبادة العجل، استمروا إلى قضية هارون، أنكروه، دفعوه عن منصبه، إلى آخر ما جرى عليهم، لأنهم كفروا بالنعمة، طغوا طغيانا، كانوا مرفهين بالنعم، لم يعرفوا قدر هذه النعم، كفروا بها، طغوا فيها. الله حذرهم: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نفس المعادلة جرت بالنسبة إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حذرهم الرسول كرارا ومرارا بالنسبة إلى هذا الأمر، قال لهم: شوفوا بني إسرائيل، لا تصيرون مثلهم، لتركبن سنة من كان قبلكم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله. السنة التي كانت من قبلكم في بني إسرائيل أنتوا راح تصيرون مثلهم، احذروا. هذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله. لتركبن سنة من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم. كل شيء هم سووا أنتم راح تسوون. لتنقضن عرى الإسلام، عروة عروة. شنو أول ما تنقضونه؟ فيكون أول ما تنقضون من دينكم الأمانة. يا أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شنو هذه الأمانة؟ في تفسير هذه الآية: إنها ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. أول ما ينقض ولاية أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. بالفعل هم حرفوا الخلافة هم حرفوا الصلاة، وبينهما حرفوا كل شيء يرتبط بدين الله. ولا تتخذوا وليجة من دونهم، من دون علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين وأبناء الإمام الحسين الأئمة الهداة، فيحل عليكم غضب من ربكم، ومن يحلل عليه غضب من ربه فقد هوى.
نفس تلك الآية التي نزلت على بني إسرائيل ترغبهم في الاستفادة من نعم الله تبارك وتعالى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وتحذرهم من الطغيان ولا تطغوا فيه، وتبين لهم عاقبة الطغيان، فيحل عليكم غضب من ربكم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نفس تلك الآية تطبق من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله على أمته. الرسول صلى الله عليه وآله رسم المنهج لما بعده. شنو هذا المنهج؟ التمسك بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين بعد رسول الله جرى عليه ما جرى، ولكن وصلت الخلافة إليه في فترة قصيرة جدا. هذه الفترة ما تجاوزت 5 سنوات. استلم البلاد مدمرة، وشنت عليه حروب 3، ولكن مع ذلك كان منهج أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي هو منهج الرسول صلى الله عليه وآله، منهج القرآن، بطريقة معظم المشاكل اللي كانت موجودة في تلك الأزمنة، إن لم أقل كل المشاكل، كل هذه المشاكل حل. طريقة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في التعامل مع الأمور، في وضع الأمور في مجراها الصحيح، بشكل قضى على كل الأزمات، أو قل معظم الأزمات الموجودة في تلك الأزمنة، ومن أهمها أزمة الفقر. الناس يعانون من الفقر من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى يومنا هذا. ولكن في فترة حكومة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي هي 5 سنوات، أقل من 5 سنوات، قضى على هذه الظاهرة، ظاهرة الفقر اللي اليوم البلاد المتحضرة المتطورة وهي على منابع طبيعية كثيرة، تملك المليارات من الأموال، تملك الموارد الطبيعية، الثروات الهائلة، إلى الآن ما قدرت تقضي على ظاهرة الفقر، وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قضى على هذه الظاهرة، بيّن شنو جذور الفقر، شنو أسباب الفقر، وكيف يمكن معالجة الفقر، ثم طبق، ثم قضى على الفقر. فلم يبق في طول مملكته وعرضها شخص فقير جائع. من جذور الفقر قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيع. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذا من أسباب الفقر، تجمع رأس المال عند الحكومات، هذه الحكومات تملك الأموال فيضيع حق الناس فيصبحوا فقراء. إذا الأموال لا تجتمع، والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها أو لا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. رأس المال يتكدس عند جمع معين، عند جماعة، عند أفراد معينين، عند الحكومات، عند الأغنياء، فيضيع حق الفقراء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حارب هذه الظاهرة.
انتوا النعم الموجودة اليوم قسموها على الناس، شوفوا يبقى فقير واحد أم لا. خلنا ننظر إلى العالم، ثم إلى بعض الدول المجاورة، ثم إلى العراق. الآن في العالم كم مليون إنسان يعاني من الجوع؟ في بعض الإحصاءات في سنة 2019 690 مليون إنسان عانى من الجوع. 690 مليون، يعني عشر الأفراد سكنة الكرة الأرضية تقريبا، يعني من كل عشرة واحد يعاني من الجوع. وش قد من الأفراد اللي يعانون من سوء التغذية نتوصل لهم الغذاء الصحي الدواء؟ بالتقرير يقول أكثر من مليارين أو ثلاثة اللي يعانون من سوء الطعام، من سوء التغذية، أغذية صحية ما توصل لهم. على كرة الأرضية اللي فيها مليارات من الثروات والموارد الطبيعية، إيش قد من ذولا يموتون؟ يموتوا جوعاً. فرد شيء غريب جدا، واحد يشوف إنسان يموت من الجوع، كم واحد منهم يموت جوعا؟ أكو إحصاءات متعددة، اللي إحصاءات موثقة من الموارد الرسمية، إحصاءات رسمية. في إحصاء قرأت أنه يوميا يموت على وجه الكرة الأرضية 25,000 إنسان، يعني خلال سنة واحد، خلال سنة واحدة 9 ملايين تقريبا يموتون. في إحصاء رسمي آخر يقول يوميا يموتون 120,000 إنسان على وجه الكرة الأرضية، يعني خلال سنة واحدة 43 مليون إنسان يموتون من الجوع. وهذا التقرير الأخير يقول تقدير الخبراء هذه السنة، هذه السنة التي نحن فيها، يقدرون أنه يموت على وجه الكرة الأرضية 132 مليون إنسان، يعني 3 أضعاف نفوس العراق في هذه السنة يموتون. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حل هذه المشكلة في زمان حكومته. روايات متعددة، منها هذه الرواية اللي نقلها أبناء العامة أيضا، ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعما. كوفة مركز خلافة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يبق فيها أحد إلا ناعما، يعني مرفها. هذه الرواية عندها مصادر متعددة، منها فضائل الصحابة لابن حنبل المجلد الأول صفحة 531، وهكذا كنز العمال المجلد 14 صفحة 172. هذا بالنسبة إلى الكوفة. ناعما يعني مرفها، يعني أكل وفير عنده، شرب لذيذ عنده، ماء الفرات، ماء العذب. أزمة كانت سابقا، أزمة بالنسبة إلى الأكل خبز البر، أزمة بالنسبة إلى الماء، أزمة بالنسبة إلى السكن. هذه الأزمات اللي موجودة إلى الآن أيضا، يقولون الحرب القادمة حرب المياه، ذاك الوقت ما كان ماء عذب، ما كان يشربون ماء جيف، ماء الآبار، ماء آسن، ماء وسخ. أمير المؤمنين وفر لهم الماء العذب، مو للكوفة فقط، لكل مملكته اللي كانت عريضة جدا تشمل نصف الكرة الأرضية. لذا يقول في خطبته ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. يمكن أكو في الحجاز أو اليمامة فرد واحد جائع قضى على ظاهرة الفقر،
أما عالميا على تطورهم على ادعاءاتهم لم يتمكنوا من القضاء على هذه الظاهر. الآن أنتم انظروا إلى الدول المجاورة، بعضها تملك موارد طبيعية كثيرة وبعضها لا تملك، كم من الناس جائعين أو جائعون؟ شقد منهم يموتون جوعا؟ اليمن، انظروا إلى حالة الشعب اليمني، أنا متواصل مع بعضهم من قريب أشوفهم، أكل ما عندهم يأكلون، يفورون أوراق الأشجار التي لا تؤكل. واحد منهم مباشرة أرسل لي وأنا رأيت بعيني الأطفال الجياع اللي يقتطعون أوراق الأشجار التي لا تؤكل، أوراق للحيوانات، يفوروها ويشربون الماء. وهذه سوريا، سوريا أيضا فيها ظاهرة الفقر بشدة، بحيث نقل لي أحد الساكنين هناك أنه الفرد يخرج لكي يشتري الخبز فيقف في الصف 5 إلى 6 ساعات حتى يتمكن أن يشتري الخبز بسعر مدعوم. رجل أو امرأة أو أطفال على بطاقة يروح أول الصبح من أذان الصبح يوقف بالصف إلى أن توصل السرة إلى ساعة 9 الصبح 10 الصبح يأخذ ربطة خبز ويجي للبيت. هذا الفقر الموجود هناك. وفي هذا البلد اللي ثروات تفوق كثير من الثروات في كثير من البلدان، العراق من أغنى دول العالم، التاسع عالميا في الثروات الطبيعية. شوفوا حالة الفقر اللي يحكم الناس. هذه الموارد الطبيعية لو وزعت على الناس كما وزعها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ما يبقى فقير واحد. التاسع في العالم اللي يملك الثروات الطبيعية. شوفوا نسبة الفقر في هذه الدولة الغنية. سنة 2013 نسبة الفقر، هذا بعد السقوط، 2013 نسبة الفقر 15%، أقل من 15%. سنة واحدة يعني 2014 يقفز هذا العدد إلى 22%، واليوم هذه السنة نسبة الفقر تجاوزت 30%. ناس يعيشون حياة الفقر، والأموال أينها؟ الثروات أينها؟ الثروات تنهب من قبل من؟ الله أعلم. قدرت الثروات المنهوبة من العراق في إحصاء 450 مليار دولار، هذا في إحصاء. في إحصاء ثاني، هذا رسمي أيضا، الأول رسمي، في إحصاء ثاني قدرت الثروات المنهوبة من العراق 700 مليار دولار. أن توزعوا هذه الثروة على النفوس، على 40 مليون نسمة، وزعوها 450 مليار، إذا قسمنا على 40 مليون إنسان عراقي، كل عائلة اللي بيها 10 أفراد، زوج وزوجة و8 أطفال، إيش قد يوصل لهم؟ حوالي 100,000 دولار. شلون ثروة؟ أين تذهب هذه الثروات؟ نهبت من قبل من؟ ما أريد أتهم أحد، سراق، ما أدري، مو كفاءات، أقل ما يمكن أن يقال في حقهم أنهم مو كفاءات، مو كفؤين لهذا العمل، لإدارة هذا البلد، وإلا لم يبقى هنالك فقير واحد. هاليوم واحد مراسلني يقول في مدينة تل العفر أكو عوائل مؤمنة متدينة ما عندهم سحور إلا الماء. هذا مو مأساة؟
واحنا وين بدنا نعيش؟ نملك ماذا من الثروات؟ من النفط، الموارد الطبيعية، المعادن الموجودة، الزراعات الموجودة، هذا في تل عفر عندنا. يتسحرون بالماء فقط. ليش نروح بعيد، أماكن بعيدة، إلى العالم أو إلى سوريا أو إلى اليمن، وكلهم فقراء وكلهم يستحقون، كلها بفعل الحكومات الظالمة. إذا الحكومات الغربية التي تدعي ما تدعي يخصصون ساعة في الجامعة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يدرسون سيرة حياة أمير المؤمنين، كيف تعامل حتى قضى على هذه الظاهرة؟ شوفوا شلون يحدثون طفرة نوعية في تعاملهم الاقتصادي. السيد الأخ حفظه الله عنده كتاب اسمه استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الكتاب ترجم إلى اللغة الإنجليزية ونشر نشرا محدودا، فوصل صدفة قبل فترة بيد أستاذ في الجامعة وهو دكتور وقد تخرج من حوزة مسيحية، اسمه موجود والتفاصيل موجود، والمقطع الذي يتحدث هذا الدكتور عن هذا الكتاب أيضا موجود. هذا الدكتور احنا ما نعرفه نهائيا، وربما هو لا يعرفنا أيضا، ولكن وصل إليه هذا الكتاب فانبهر في تلك الجلسة اللي يتحدث في الجامعة عن هذا الكتاب، يتحدث عن عطاء الإسلام الاقتصادي، ثم يعرج إلى عطاء الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اقتصاديا. يقول طالع هذا الكتاب كتاب رائع، أوصي جميع الشباب اللي يحبون يعرفون العطاء الاقتصادي الإسلامي بيد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، خلي يطالعون هذا الكتاب استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إحنا عايشين في وادي آخر، إحنا الشيعة وإحنا المسلمين، على الأقل أولئك يخصصون اللي يدعون أنهم يبحثون عن العلم، عن الحرية، عن حل أزمات الناس، عن مكافحة الفقر، خلي يخصصون بالأسبوع بالشهر ساعة واحدة في جامعاتهم لدراسة منهج الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا يحل الغضب، وقد حل الغضب علينا وعليهم. لذا نعاني ويعانون من الفقر، ونموت ويموتون من الجوع وغير ذلك. شوفوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول. يقول يا أهل الكوفة، إذا أنا خرجت من عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان فأنا خائن، جئت هنا بهذه الثلاثة، أخرج بهذه الثلاثة وإلا أنا خائن. سلط الضوء على رئيس الجمهورية، على رئيس الوزراء، على رئيس البرلمان، على النواب، هل هم هكذا؟ في منطقة أمير المؤمنين إن كانوا هكذا أهلا وسهلا، وإلا فهم خونة. فكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة أو غلته بالمدينة بينبع، وكان يطعم الناس منها الخبز واللحم. هذا منهج أمير المؤمنين، يطعم الناس الخبز واللحم وهو يأكل الخبز بالزيت أو بالخل أو بالملح. هذه أسوة للحكومات، أسوة للعلماء، أسوة للمسؤولين، أسوة للفقراء. هكذا جاء وهكذا رحى، وإلا كان هو الطغيان، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بنور المعرفة، وأن يوفقنا للاهتداء بهدي رسول الله وأمير المؤمنين
صلوات الله عليهما، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.